طيب كابتن امير توفيق مدير التعاقدات في الاهلي سئل في الام بي سي عن عروض لعيبه الاهلي، نشوف قال ايه. الناس كلها بتقول ان حسين الشحات في عرض خارجي وان هو ممكن يمشي او النادي الاهلي يسيبه ان هو يخرج بره بسبب وجود هذا العرض. لا طبعا الكلام ده مش مظبوط خالص. حسين موجود معانا عادي جدا، لازم بس نحط يعني تبقى الدنيا واضحه ان احنا اصلا انت النهارده شهر 2، فكده كده لسه الصيف فاضل له 5 شهور عشان الويندو يفتح سواء في مصر او في الخليج او اوروبا. برافو عليك. لسه بدري جدا على الكلام ده، الكلام ده مش في محله خالص دلوقتي ان حد يطرحه. حسين من اللعيبه المهمين جدا بالنسبه لنا اللي ليهم دور مع الفرقه، ومفيش اي نيه ان احنا نفكر في حاجه زي كده دلوقتي. يعني حسين الشحات مكمل مع النادي الاهلي، لا مفيش ما اي مشكله. لا الكلام ده اصلا ما طرحش، ده كلام كله كان اتهامات اعلاميه مش اكتر، يعني مش كلام صح خالص يعني. تمام، نخش في الملف الثاني، ملف محمود كهربا. ايضا الكلام كتير ان كهربا يعني بسبب ان في مشاكل موجوده ما بين كهربا وما بين اللعيبه وما بين الازمات الاخيره وما بين مباراه المريخ وقبلها الغرامات، ان كهربا خلاص في طريقه ان ده يكون الموسم الاخير ليه مع النادي الاهلي. ما فيش اي مشاكل مع كهربا خالص، الدنيا كهربا ملتزم جدا، حتى لو كان حصل اي تصرف ممكن يكون في اي يعني حاجه مش ماشيه معانا في النادي، كابتن سيد ممكن كان يتصرف وقتها لما حصل قبل كده على موقف معين يعني. بس غير كده لا، كهربا مش كويس جدا، اللعيبه بتحبه وهو قريب جدا من اللعيبه، ده كله كلام برضه مش مظبوط ومكمل معانا عادي جدا. تمام. طيب هل في عرض جه الاجاي من بيراميدز ولا مجرد كلام؟ لا برضو كلام. برضو كلام. ده يوم النفي العالمي. يوم النفي العالمي. هو بيقول لك اللي حصل، انت بتسأله بيقول لك اللي حصل. نمره 2، هو احنا لازم الاجابات تيجي تغذي فكره عندنا، ولا الحقيقه لما تتقال ولا تلبي الاحتياجات؟ ما هوش يوم النفي ولا حاجه، هو بيقول لك اللي حاصل. كهرباء يا جماعه ملف لازم يتقفل عندنا احنا، يتم تداوله بلا عدم بعدم اهتمام، لان المساله بسيطه جدا. كهرباء في اداره كوره، ما يحدث لاجاييه وحسين الشحات وكهرباء والبتاع، هذه اداره لفريق كره القدم، ولا يمكن عند اداره فريق كره القدم ان تدار في السوشيال ميديا. الفريق مستقر، عنده أهدافه، يسير فيها بشكل جيد، يضايق البعض ويخلي البعض لازم يفتعل مثل هذه الأخبار. أجاي يلعب ماتش كويس، أجاي ماشي. طب ما هو كان متعور بقالكوا مدة، اختفت أخباره. لكن ما أن يتألق نبتدي نترصد إن احنا نذكر بشكل يقلق جميل الاهلي، وفي نفس الوقت يمكن اجاييه يعني يتزغلل او ينشغل وتبتدي يتقال لك. لا ده في نقطه تانية مهمه جدا، موضوع الزج باسم بيراميد في تفاوضه وباسم لعيبه بتتزق على اجاييه عشان تدي له عروض مش عارف ايه في الوقت اللي انت بتفكر تجدد له وتمد عقده. عايزين ناخد برضو الاخبار دي بحذر، ولازم يطلع شيء بقى من بيراميد يضع النقاط على الحروف كناس مسؤوله. وهي ما وضع نقاط على حروف، لا بيتضح لا هي نقاط ولا حروف. يا استاذ ابراهيم انا بتكلم والنبي، عشان ما احنا مش في توقيت يسمح لاي نادي ان يفاوض لاعب عقده مرتبط به، ما هوش في نهايه اخر 6 شهور. لان النادي الاهلي سوف يتخذ من الاجراءات اذا لم يتم التوقف مثل هذه الاخبار، وكانت صحيحه، انا اشك انها صحيحه، لان برضه في ناس بتفهم في بيراميد تقدر تنبه ان ده غلط ممكن يوقعنا او يعرضنا لعقوبات. تداول الامر بالبساطه دي في الاعلام، انت بتدي الحق لوكلاء اللاعبين واللاعبين وبعض الناس اللي هي مش مدركه يعني المسؤوليه قوي، انها تستسهل الكلام بانك بتفاوض وبتغري وبتعمل في غير الاوقات القانونيه. فارجو ننتبه جميعا.